när artsmeister Karl Kommerman hon borde i fängelslas. Lugna er, härskare. Det kan tyckas helt otroligt, men en dag ska komma när Sverige öppnar sina gränser för alla från arabländerna. الفكرة إنه الكالتشر السويدي نوعا ما مبتعد عن العالم، نوعا ما هو جديد يطلع على العالم، فأنا حبيت إنه أقرب بين الكالتشرين العربي والسويدي، واللي شفته إنه تقبلوا الرسم العربي. أنا يعني أصلا أرسم الحروف العربية القديمة على الشالات والعبايات، والزبائن السويديين أكثر من زبائن العرب اللي يشترون العبايات. هم صحيح يضموها مثلا سنة أو سنة بالسنة مرة أو مرتين يلبسوها، بس يشترون، وكثير يعني صار عندهم حماس إنه يعرفون شنو هو، من هو شهريار، من شهريار، وشن هي ألف ليلة وليلة، وبدأت تصعد ويسألون عن إحنا العراق منو. بعدين أنا ما سويته بس العراق، سويته عربي. يعني أنا البنية اللي تجي من المستقبل تحكي عن العراق وعن لبنان وعن سوريا وعن فلسطين، عن كل الدول العربية، وكل دولة تذكرها تطلع واحدة من العارضات تأدي أداء يعني مثل performance، ويا واحدة من العبايات اللي أنا رسمتها. طبعاً أنا حاولت إنه أخلي الجو يكون كثير عربي، فخليت لهم عمايم وفضة، ويعني لبستهم، خليت حتى دخلت اللقاءة، خليت حاولت إن أسويها شيء قريب للعربي. فإن شاء الله أكون أنا نجحت طبعاً بهذا الشيء. Föreställningen var väldigt lyckad och det gick väldigt bra, för att vi samlade en enorm energiboll precis innan vi skulle ut, och jag tror vi alla är riktigt glada att vi kunde värma publikens hjärtan. Och jag tror många, både hos oss som är med i föreställningen och både publiken, kunde se färgglada skrifter och hur vackra våra abayor var, och både turbanerna och allting, de är underbara. Vi alla har ju hört om Tusen och en natt och de här sagorna. Att vara med i detta och kunna uppleva det och vara själv i Tusen och en natt, det var helt underbart. Och jag tror alla känner så. والحقيقة الوطن العربي مثل ما تعرف يعني غني بأنواع كثيرة من الموسيقى والإيقاعات المختلفة وألوان مختلفة. فبما أنه عرض الأزياء كان يعني يترجم عدة أزياء من عدة بلدان عربية، فإحنا كنا نختار من كل بلد يعني أغنية ترجم نفس الزي هذا. والله الجمهور السويدي حقيقة دائما يبحث عن الموسيقى الشرقية، أنا لاحظتهم يعني في عدة أمسيات أخرى دائما، حتى كانوا يانا عازف سويدي يمكن إذا أشوفه يعني يوم يومين هو قاعد بس يتمرن على الربع التون، وقدر أعتقد كان كلش حلو صراحة. عموما يعني المجتمع السويدي يرحب بكل شيء جديد.
kändes jättebra faktiskt. Stämningen bakom scen var ju helt fantastisk och på topp. Och alla människor jag träffat som har yttrat sig har verkligen blivit jätteimponerade och berörda. Jag har träffat på några som faktiskt grät lite, tyckte det var skithäftigt. Så det är, ja, vi är jättenöjda. Jag kan nog tala för alla och säga det, vi är skitnöjda. Ja, det här är ju en traditionell arabiska abaya, men det är ett vanligt plagg i Mellanöstern och då har vi tänkt Mellanöstern möter Sverige och opererat in lite teatraliska inslag i det hela. Men klädseln är ju helt och hållet arabisk och jättevacker. Det är synd att fler människor inte bär det i Sverige. Så det är väl vårt mål. والله ناوي أسوي إن شاء الله على الصيف يعني بداية الصيف على الربيع سنديبات إن شاء الله لأنه هاي الفقرات أولا هي ترجعنا لفشي ما بي عنصرية يعني موضوع تاريخي عميق وبعدين إحنا بهيش هاي الأساطير العرب إلهم اسمهم وأنا كثير بصراحة عربية يعني هواية للعرب مو بس للعراق للعرب